إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبائي في الله، ما زلنا مع تبويب الإمام الحافظ اللالكائي. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدعة وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. إذن ما زلنا نعيش مع الحافظ اللالكائي في التحذير من أهل البدع ومن مجالستهم ومن مناظرتهم، المناظرة الباطلة التي لا فائدة منها. وسوف وصل بنا المقام عند رقم 97 و100. أسمعنا أبا عبد الرحمن. عن سعيد بن المسيب قال: إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان. نعم، هكذا يحذر سعيد بن المسيب. وسعيد بن المسيب من كبار التابعين الذين عايشوا كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يعطيك قاعدة. بماذا تتلخص هذه القاعدة؟ من يشرح هذا الكلام الواضح؟ الإمام الضال قد يسبق عباد الأوثان. لا، أحسن من هيك، أقرأ لهم كمان مرة مبين الإخوة بيش مركزين. إذا تكلم الناس في ربهم وفي الملائكة ظهر لهم الشيطان فقدمهم إلى عبادة الأوثان. نعم، تفضل. الشيطان يسول لبعض الناس الغلو فيعبدون. أن يساعده؟ إذا أكثرت التفكر في ذات الله فتهلك. قال: إذا تكلم الناس الأمور الغيبية بعقولهم ضلوا. إذا أحدثت وجعلت عقلك يحكم على الأمور الغيبية فستضل. ومن أعظم من ذلك، أعظم ذلك، أن تتكلم في الله. فنحن لا نتكلم عن الله إلا بما أخبرنا الله أو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نفعل ذلك وقدمنا عقولنا ثم تكلمنا عن الملائكة أيضا كلام غيبي وحكمنا عقولنا، أدى بنا ذلك إلى الكفر والعياذ بالله، إلى عبادة الأوثان. إذن إياك أن تتكلم في الأمور الغيبية بناء على عقلك. هذا ما نستفيده من كلام سعيد بن المسيب، مهم جدا. وعندنا قاعدة يذكرها أهل العلم في العقائد تشابه هذه الكلام، بل أكثر من قاعدة. من يذكرنا بشيء منها؟ وقلنا قد ذكرنا ذلك سابقا. واحد: لا يقاس الغائب على الشاهد. نعم، لا يقاس الغائب على الشاهد، أي الأحكام المتعلقة بالغيب لا يجوز أن تقيسها على الشاهد. ولذا بعض المعاصرين عندما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينامون، أهل الجنة لا ينامون، بدأ يحكم عقله، قال: إذن هؤلاء أهل الجنة لا عندهم، لا يوجد أشياء تتعلق بالنعاس، ولا يوجد أشياء من أين أتيت بهذا الكلام؟ قال: بناء على الحياة الدنيا،
اللي ما بينام أنه مسؤول عنه الجهاز الفلاني في الجسد، فإذا كان لا ينام فالجهاز هذا ممنوع ولا يبولون، إذن أيضا الجهاز معناتهما ليس لهم فروج. أعوذ بالله من هذا الضلال. وحتى قال أحدهم إذا لا يوجد ذكر وأنثى خلاص ما، والعياذ بالله. كل هذا ضلال بسبب تحكيم العقول. إذا لا يقاس الشاهد على الغائب. اثنين من قواعد الغيب، وبدك تكتب القاس أحكام المخلوق على أحكام الخالق. اثنين، لا نتكلم بالغيبيات إلا بدليل. السلام عليكم. اثنين، أصل في مسألة غيب التسليم كما هي. الكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. لا حول ولا قوة إلا إخواني في الله. دائما عندنا قاعدة في أمور الغيب، قواعد كثيرة جدا، لكن ما يهمنا الآن أن هناك إيمان مجمل وإيمان مفصل، إيمان مجمل وإيمان مفصل. فالإيمان المجمل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، هذا إيمان مجمل. هناك ملائكة تكتب، طب بأي لغة تكتب؟ ما هي الأدوات؟ مسكوت عنه، لا يجوز أن ندخل في هذه الأشياء. هذا إيمان مجمل، وبالتالي الكلام عن الله إيمان مجمل وهناك إيمان مفصل. فإذا إياك أرشدك سعيد بن المسيب قبل أكثر من 1000 سنة ألا تحكم عقلك في الغيبيات، لأن ذلك يقودك إلى عبادة الأوثان، إلى الكفر بالله. طيب شوف رقم 99 و100، انظر هاي قواعد السلف يا جماعة، انتبهوا ما أهمها. 99 و100 عن مجاهد قال، عن مجاهد قال قيل لابن عمر إن نجدة يقول كذا وكذا، فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيء. نعم، نجدة أحد أعلام أهل البدع، فماذا عرض على ابن عمر؟ الإخوة وين الدرس؟ يحكي له كلام بدع. نعم، ذكروا لابن عمر كلام نجدة في البدع، فماذا فعل ابن عمر عندما قيل له عن كلام نجدة في البدع؟ لم يرد عليه ولا يسمع. نعم، رفض أن يسمعه. طب لما رفض أن يسمع كلام نجدة في البدع؟ لما نرجع إليك؟ حتى لا يقع في قلبه شيء. نعم، حتى لا يقع في قلبه شيء من البدع. إذن هذا يدل على قاعدة مهمة جدا من قواعد التعامل مع الباطل، وهو ما هي هذه القاعدة؟ عدم الجلوس مع أهله. أقول لك قاعدة، عدم طرح البدع على قلبه. يعني أحسن من هيك، عدم التفصيل في الباطل. بعض الناس يفصل في ذكر الباطل، وهذا خلاف منهج السلف. الباطل لا يفصل في ذكره. فلان يقول أحدهم أريد أن أرى أهل البدع، قال له بسيط الآن بوريك على اليوتيوب. يا أخي أنت آثم، رؤية أهل البدع ومجالستهم لغير العلماء أنت آثم. إذا كان ابن عمر وهو من العلماء رفض، والآن للأسف أهل البدع ينزلون أفعالهم وكلامهم على وسائل التواصل الاجتماعي، فما هو الحل؟ أن تبتعد عن هذا.
يخشى أن يقذف في قلبك شيء. إذا احتاج من يسمع أهل العلم حتى يحذروا منهم ومن كلامهم، وبالتالي إياك أن تقع في هذا الفخ. الأمر الثاني تفصيل ذكر الحرام، هذا من الأخطاء أن تفصل ذكر الحرام. كيف؟ قال الآن وأنا جاي على الدرس شفت لك واحدة لابسة كذا ومواصفاتها كذا، اتق الله يا رجل، اتق الله. لا يجوز التفصيل بالحرام وبالباطل، هذا شيء مهم. وشفت لك رجل يفعل كذا وكذا لا يجوز. فدائما من قواعد التعامل مع الباطل عدم تفصيل ذكره، لا يفصل ايش في ذكره. انتبهوا لكلام السلف كيف استفدنا منه. طيب انظر 202، هاي ايضا شيء مهم جدا في التعامل مع اهل البدع. ان عمر قال سيأتي اناس سيجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. إذن عمر اللهم ارض عنه يحذر من بدعة ستأتي وتعصف بالأمة. ما هي هذه البدعة؟ القرآنية. ما هي هذه البدعة؟ جادلين بالقرآن، وناس يتبعون المتشابه من القرآن. يعني أحسن مش فاهمين. عدم الرجوع إلى القرآن. لا حول ولا قوة إلا. قرأ لهم كمان مرة بالله بين الإخوة. سيأتي أناس سيجادلون. ما هو اللي ما معه كتاب يشتري كتاب يا جماعة، واللي ما معه يتبع مع اللي جنبه، هيك مش راح تستفيد أنت في الدرس. قاعد ليك حقه 20 ليرة ماشي، وحقه 30 في طبعا 50 ماشي في سبيل الله يا أخي. هذا سنة بده يعني في الشهر 2 ليرة. وفي ناس عندهم الكتاب وما بيجيبوش، ما بفعش. الله يجزيكم الخير. وكمان في بي دي اف، ما انتوا على حساب بتقولوا احنا بتعين البي دي اف الايام الشباب الايام هاي. لا بي دي اف ولا ورقي. تفضل حبيبي. سيأتي اناس سيجادلونكم بشبهات القرآن، خذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. إذن ما هي هذه البدعة التي ستعصف بالأمة؟ طيب الأخذ بمشابه القرآن، فنحن نرد عليهم بالسنة. ما هي هذه البدعة اللي ما شارك؟ أي القرآن بحاجة إلى تفسير من السنة فلا يرجعون إليها، يتركون السنن ويتبعون المتشابه من القرآن. يا جماعة هناك شبهات في القرآن، شبهات. ما معنى شبهات القرآن؟ سيأتي قوم يعتمدون على القرآن لإثارة الشبهات في قلوب أهل السنة وفي قلوب المسلمين. يعتمدون على إيه؟ على القرآن. يعتمدون على القرآن فيجعلون فيها شبهة. هناك يهود عن طريق الآيات يوردون شبهات على المسلمين. هناك نصارى يعتمدون على القرآن فيوردون شبهات على المسلمين. هناك من أهل البدع من يعتمدون على القرآن فيوردون شبهات على أهل السنة. فما هو الحل حتى نقضي على هذه الشبهات؟ الرجوع للسنة. نعم، الرجوع والتمسك والتضلع والتقوي بالسنة. فلذا نرى بعض الإخوة جزاهم الله خيرا يحفظ كتاب الله كاملا لكنه لا يعرف السنة.
إذن الحل كيف نتعامل مع هؤلاء؟ بالرجوع إلى السنة. لما الرجوع بالسنة تقضي على الشبهات التي يعتمدون فيها على القرآن؟ هناك في الأخير لما أصحاب السنن أعلم بكتاب الله؟ أولا أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. اثنين، أن السنة تفسر. أحسنت، السنة شارحة ومبينة ومفسرة للقرآن. فبالتالي اللي بقول لك أنا فقط سأعتمد على القرآن سيضل وهو يخالف القرآن، لأن الله قال وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال عنا وإن هو إلا وحي يوحى، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن أنزلنا الذكر ولتبين للناس ما نزل إليهم، ما نزل إليهم القرآن، لكن أنزلنا إليك الذكر. إذن السنة وحي، السنة وحي، هذه الآية واضحة جدا. فكيف نبتعد عن السنة؟ اسأل نفسك ماذا قرأت اليوم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أسألك ماذا قرأت من كتاب الله، لأنك إذا ما قرأت من كتاب الله وضعك صعب كثير. مفروغ منه في اليوم أن تقرأ قريب الجزء على الأقل، على الأقل كل يوم بدك تقرأ قريب الجزء. من مر عليه 40 يوما ولم يختم المصحف فهو آثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأه في 40. أما السنة متى ستختم البخاري؟ اسأل نفسك هل قرأت في صحيح البخاري، في صحيح مسلم؟ اسأل نفسك. فإذا الحل السنة، ومن غير السنة سنضل. رقم 16 و200، انظر هذا الشيء المهم وهو في زماننا مهم جدا. اسمع، قال عمر بن عبد العزيز، أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز كان زميل من في طلب العلم؟ كان هو واحد العلماء زملاء في طلب العلم، هو ومن؟ هو والإمام مالك. لكن مالك استمر في العلم، وعمر عالم أو طالب علم، لكنه قال الأمة بحاجة إلى العدل فتولى الحكم. فماذا يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله؟ نسمع. من جعل دينه غرضا للخصومات، غرضا للخصومات، أيوة، أكثر الشك وأكثر التحول. نسأل الله العافية. ماذا يحذر عمر بن عبد العزيز المسلمين عامة؟ من ماذا يحذرهم؟ من الشك. لا، صابع جديدة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا 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 يا أخي، الله يجزاك الخير، جزاك الله خير. ركز، صرت 5-6 أسئلة يعني ما. لا حول ولا قوة إلا بالله. استخدم دينه والخصومات لأجل الدنيا. لا، سؤال واضح. ماذا يحذر عمر بن عبد العزيز الناس؟ ما هو بنقدرش في الكل هيك بضيع الدرس والله. التحول. لا لسه لسه. خصومات. لا لا. لا يعرض المسلم نفسه على الشبه. لا 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 لا.
كيف بتقرأوا كتب تقولوا لم نقرأ كتبها؟ الجدال في الباطل. الجدال في الباطل. جعل همه فقط في طلب العلم الخصومات والجدال في الباطل. رامي الدين المصلحة الشخصية. لا يا رجل شخص. آخر واحد لأنه بدأت أتعب أنا والله. الإنسان المسلم إذا عرض قلبه بالقرآن وقعد يشك في القرآن يصير يشك ضلوا يستفسر بأشياء ما بينت. لا حول ولا قوة إلا بالله لا لله لا رجل. شيخ. آخر واحد فضل. أي من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التحول أي مناقشة الأمور البدعية مع الناس يكثر الشك. لا يا رجل لا. انتبه إلى معنى هذا الكلام وجعلتكم كلكم تتكلمون لأني أعلم أن كثيرا يقرأ ويفهم خطأ وأنا أريد أن أبين لكم أن إذا تعلمت من غير المشايخ ضللت ستقرأ لكنك ستفهم خطأ وهذا أسلوبي أني أتناقش مع الإخوة حتى يتعلموا من جعل دينه أي أنا تديني واعتقادي ومنهجي بناء على القناعات وهذه القناعات تأتي بالنقاش اقنعني فما أقنعتني به أعتقده إذن دينه مبني على ماذا؟ على الخصومات النقاشات القناعة القادمة من النقاش بينما ديننا نحن من أين؟ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخي أنا لا أحسن النقاش ديني ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تناقشني أنا لا أحسن النقاش النقاش للعلماء فلا تقول والله أنا ديني اللي بقنعني لا مش هيك دينك يحذرك عمر بن عبد العزيز من جعل دينه إيش غرضا للخصومات يعني مبني على القناعات القائمة على النقاشات يا أخي بجوز يجيك واحد باطل مبتدع لكنه عليم اللسان وأنت لا تستطيع الجواب هل تصبح مبتدع بل قد يأتيك يهودي يهودي على علم باللسان فيورد عليك شو بقى تصبح يهودي أصلا اليهود لا يقبلونك لأنهم بيشترطوا تكون الأم يهودية يعني في واحد للأسف قبل فترة طالع يقول أنا صرت يهودي قالوا اليهود ما بتلزمنا يا جماعة بدي أصير منكم يهودي قالوا والله آسفين والله ما في نشكرك على شعورك بس إحنا إذا ما كانت أمك يهودية ما بنفع شوف ما هالذل يعني رمى حاله على الكفر والكفار بدهم إيش إياه شو هالذلها وطالع على اليوتيوب مبسوط انا صرت ولك ما صرتش يهودي مش راضين فيه بدك تحط وسطات اذا تجعل دينك للخصومات طيب اللي بيجعل دينه بناء على الخصومات النقاشات شو بصير فيه شو بصير فيه واحد نعم اول شيء كله شك عيشته شك كيف الاسلام والله يعني ما اشعله ايه يعني انت مسلم ولا لا والله انا بدرس الموضوع سأكون مسلم سأكون نصراني سأكون يهودي بيقبلوا كاش طب مجوسي انت داري فهذا طب كيف بدك تحدد اللي بقنعني وبعدين بتناقش طب اقنعك اليهودي النصراني اجا مسلم اقنعك بصير مسلم اجا بوذي اقنعك بصير بوذي
إذن هذا شو راح يكون أكثر التحول؟ أو أنه مسلم يبني منهجه على النقاشات. إذا بتقنعني بصير معك. هاي كلمة بيحكوها الشباب. شو تقنعني أصير معك يا حبيبي؟ أنا عقيدتي ثابتة وراسخة. إذا أوردت علي شبهات ولم أحسن الجواب عليها بسبب ضعفي، أنا عالم لكني أنا راسخ على الكتاب والسنة كما كان عليه سلف الأمة. فتجده مرة على السنة، بعد شهرين ولا هو مع أحد الأحزاب، بعد ثلاثة أشهر ولا هو قلب على مبتدع آخر، بعدين والله بدي أرجع للسنة، والله طلعت السنة مقنعة. قال إيه. فبالتالي يا جماعة هاي اللي بتصير على النقاشات، اللي بتصير على اليوتيوب، على الفيس زفت، هاي كلها مدعاة تخالف منهج السلف. دينك راسخ، عقيدتك ثابتة، لا تتحول ولا تتغير ولا تتبدل. يا أخي أنا أعبد الله وحده، بتقول لي عيسى ابن الله، بقول لك لا، عيسى ليس ابن الله. ترد علي شبهات وما عرفتش أرد، بظل عقيدتي ثابتة، عيسى ليس ابن الله. تورد علي شبهات في صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله، ماشي أنا مش عالم لا أستطيع الجواب، لكني أبقى أعتقد أن أصح كتاب بعد كتاب الله وصحيح البخاري. والعلماء هم الذين يناقشونك ويردون عليك ويبطلون كلامك. أما هاي اللي منشوفها على اليوتيوب على الفيسبوك نقاشات، يا جماعة بعطي درس ولا في ناس ايش قال؟ نريد ان نناقش الشيخ. شو تناقش؟ اهلا وسهلا، شو بدك تناقش؟ فاذا به يورد كلام لا يتكلم به ناشئ في طلب العلم، لا حول ولا قوة الا بالله. فارد علي، طبعا بيجمع لي اياهن ابني، قول يا ابو رد عليه، رد عليه. شو رد عليه يا ابو؟ في شيء رد عليه؟ قال رد عليه. طيب ردينا على اول عشرة واللي هم نزل لي رد، لسه الكلام الاول ضعيف، اللي نزل لي ايش اضعف. بعدين بطلع عمره 17 سنة، بطلع ولد قاعد هارب من المدرسة وقاعد على هذا ونازل ايش رد على المشايخ، او انه قاعد عن الشغل بيشتغلش ولا بيعتمد ولا. ارحمونا يا جماعة، هذا اليوتيوب والفيسبوك وكاش والله اشي ما هو كان بالخاطر ولا في البال. اللي بيفهم واللي ما بيفهم بده يعلق. نزلت مقطع بدافع عن احد الدعاء، ولا واحد قال اتق الله في اتهامك له. ايه اتق الله انت تتهمه؟ مش عارف يعني. بدافع عنه بقول لي يتهم هيك، ما هو مسموح للكل هنا. فهذا اللي ذكر عمر بن عبد العزيز بنطبق اكثر شيء على ايش؟ على الفيستيس اللي في هذا الزمان، والهذا اللي النقاشات اللي على النت، هاي نقاشات. قال اذا بتقنعني بصير معك، اذا بتقنعني ديني ايش مبني على ايش؟ على الخصومات، على ايه؟ على النقاشات. مش هيك الدين يا اخي. فاليوم بتلاقي مسلم، بكره بجوز تلاقي نصراني، بعد اكم من يوم بتلاقي سيخي، بعدين بتلاقي صار بوذي، بعدين رجع مسلم، بعدين سلفي، بعدين شوي ولا هو ايش اخوان مسلمين، وشوي ولا هو حزب تحرير. شو ايش انت؟ والله ما انا بجدد، شو جدد؟ هذا مش دين. اكثر التحول هذا حذر من هذا الكلام عمر بن عبد العزيز قبل قديش؟ أكثر من 1000 سنة. شفتوا كيف الشهر مش بالكثرة؟ يعني نبلش نذكر آثار بدنا نفهم، بدنا نفهم. خليتكم تتكلموا بعدين تبين لكم، ولا واحد فيكم حكى صح. بدنا نفهم. إياك تقرأ في بعد عن المشايخ، والله بتضل. والله هنيئا لك إذا جالست العلماء وأهل العلم،
طيب خلينا بدناش نزيد 23 و200. سمعت الفضيل بن عياض يقول لا تجادلوا أهل الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله. نفس الكلام السابق لكن هنا من عالم آخر وهو الفضيل بن عياض، أعطاك قاعدة لا تجادلوا. هذا خطاب لمن؟ اللي بيعرف يرفع يد. خطاب لمن؟ أهل السنة مثلي الراسخ في عقيدة الرسول، كأنه نعم أحسنت، لعامة الناس. يا عامة الناس لا تجادلوا أهل البدع، فقط الذي يجادلهم من؟ العلماء. وحتى العلماء كانوا لا يجادلون أي شخص. شو السبب؟ قد ينتشر باطنهم أثناء هذه. أنت عندك حتى لا يشعروه لأنهم أدرى بالسنة أكثر من غيره، حتى لا يقع شبهات في قلب المستمعين. خوفا على قلوبهم فهم لا يأمنوا. بصير السبب الثاني كي لا يعطوا أهمية للتشرط. هم يميزوا بين الشخص الذي يقبل الحق وبين الذي لا يقبل الحق. شيخنا الألباني اتصل به أحد المبتدعة، قال له معك فلان، قال له تفضل شو بدك، قال أريد أن أناقشك، قالوا لا أريد أن أناقشك. إيه الألباني إمام الأئمة المعروف أنه ما ترك أحدا إلا وناقشه، لكن هذا الشخص قالوا لا أريد أن أناقشك. قالوا لما؟ قالوا لأنك لو عرفت الحق لا تنقاد، وبصرناك بالحق بأكثر من مجلس على الهاتف وأنت لا تستجيب للحق، وكتبنا لك كتابات ظاهرة في الحق وأنت لم تستجب. فخلص حكم عليه الشيخ الألباني إنه هذا من الصنف الذي لا يناقش. لما؟ لأنه لو يغلب على الظن أنه لن يستجيب إلى الحق. طبعا قد يقول قائل خلينا نناقشه. الآن بيجي كلامك آفة نقاش من يغلب على الظن أنه لا يستجيب إلى الحق. ما هي الآفات؟ واحد إشهاره، بصير له مكان بين الناس، هو الألباني ناقشه وما قدر له، بصير يقول لك ما قدر له كمان، لا حول ولا قوة إلا بالله. اثنين يدخل بدعته على الناس، إيه؟ يسمعون الناس فيدخل بدعته. نعم، يعني بناء على شهرته يبدأ يتكلم فيسمع له الناس. ثلاث ينتقل الشبهات، هو حكاية مضيعة أوقات العلماء. نعم، مضيعة أوقات وطاقة وجهود العلماء. العالم له طاقة يا جماعة. أنا جاي على الدرس هذا بحاول أرتاح، ما بحب حدا وإحنا جايين يسأل بلش أنا عندي طاقة، خلينا أمد حالي هيك شوي أرتاح 10 دقائق قبل الدرس. وهذا درس كيف مناقشات تستنفذ الطاقات والجهود والأعمار. فإذا مساوئ كثيرة. فإنهم يخوضون في آيات الله. تعطي آية ما بيستجيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. رقم 47 و200. ها انظر الآن أكبر آفة للبدعة. الآن أنتم ما ذكرتوها، شوفوا الآن أكبر آفة. اسمع الآن عن أبي قلابة ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا السيف. يا الله، ما أعظم خطر البدعة. شو خطر البدعة؟ أبو قلابة ماذا يقول؟ شو هاي واضح؟ إيه ايش يعني استحلال السيف؟ مش فاهمين. ايش يعني القتل؟ كفر الناس. نعم، يكفرك ثم يحكم بجواز قتلك.
أكبر بدعة عصفت في أمة الإسلام بدعة التكفير، لأن الآخرين تناقشهم يبدعوك يصوبوك يخطئوك، لكن هؤلاء يكفروك، وبناء على تكفيرك يستحلوا دمك وعرضك، يستحلوا دمك وعرضك ومالك. فما تسمعونه في هذا الزمان انه شخص دخل على مسجد ففجر الناس، ايش مين هذا؟ مسلم؟ نعم مسلم، يحمل افكار ضاله، افكار بدع وضلال، يكفر الناس. قابلت احدهم قبل ايام في وسط البلد، وعندما رآني يقول للناس قل لا اله الا الله بنيه الدخول في الاسلام، فامسكت به، ماذا تقول؟ فاذا بيقول انت كافر ايضا. قلت له انا كافر؟ ساناقشه. قال لا اقبل النقال، لا اسمع اسمعي. قلت له طب ما في حل اخر؟ قال شو؟ قلت له نحكي مع الشرطه. هاي شو؟ قال لا في شرطه، وهرب. ومش اردني هو، مش اردني، لهجته ليس باردني، لا رضي يناقش، ويدعو الى انه الناس كفار، وقولوا لا اله الا الله بنية الدخول في الاسلام. بعدين قال لي قول لا اله الا الله بنية الدخول في الاسلام. لا اله الا الله محمد رسول الله. كل يوم يا حبيبي احنا بنهدى لا اله الا الله محمد، شو اللي بدك اياه؟ قال قول لا اله الا الله بنية الدخول في الاسلام. يعني مش عاجبه حتى هاي هذا. عندما تناقشه يقول لك كفرت، وبالتالي جواز أن تقتل. هذا معنى كلام أبي قلابة. فأخطر شيء في البدع، في أهل البدع، أنهم يكفرون من خالفهم. شيخنا الألباني رحمه الله عندما ذهب إلى هؤلاء القوم أهل التكفير، فاجتمعوا في بيت الشيخ نظام سكجها. طبعا الشيخ نظام سكجها هو زوج ابنة الشيخ الألباني. اجتمعوا في بيته، وكان المسجد بعيدا، فحان موعد صلاة العشاء، فقالوا لا نصلي وراءك. قال ما في مشكلة، صلوا انتوا، انا اصلي وراءكم، وانا لقيت الحالي على الامامي اصلا، تفضل ام. فصلى وراءهم، فبدأ النقاش، فاستمر إلى صلاة الفجر، والشيخ الألباني صابر. يا جماعة أصعب شيء تناقش من لا علم عنده. فعندما أذن الفجر قالوا يا شيخ ام فينا. قالوا ما الحساب؟ قال لا، الآن لا نراك كافرا، أنت مسلم. قال شو؟ قال لا، بدنا كمان ناقشك كمان مجلس. فإذا بهم يرجعون إلى السنة ويتركون التكفير. السجون لا تخرج فكر التكفير من العقول، الضرب والجلد لا يخرج التكفير، فقط العلم. العلم. ولو كنت أنا وزير الأوقاف مثلا، أو كلمتي مسموعة عند وزير الأوقاف، أو كلمتي مسموعة عند وزارة التربية والتعليم، لجعلت منهجا يدرس من الصف الأول للتوجيه للثانوية العامة فقط في مسائل الإيمان والكفر وفق عقيدة أهل السنة، حتى نزرع في الأولاد سواء ذكور أو إناث ألا يقعوا في استحلال السيف. طيب شوف الأثر اللي بعديه، وهو رقم 251 أيضا. نسمع عمر بن عبد العزيز. اسمع عمر العزيز عبد العزيز. نعم عبد العزيز. إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم بشيء دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلال. لا إله إلا الله. إذا علامة أهل البدع ما هي؟ انتبه يا شباب، ما هي علامة أهل البدع؟
في هذا الأثر. دعوة الدين السر. نعم دعوة سرية. كيف الدعوة السرية؟ عدم إظهار عقيدتهم بشكل مباشر. لا يا رجل. نعم لا يقبلوا حضور الدرس إلا من كان منهم. انظر الحمد لله درسنا الآن مفتوح ويباف على الفضائي على وسائل الاتصال هاي. ما في عندنا بالسر. بدي أحضر أهلا وسهلا أحضر. بدي أسمع أسمع تفضل إحنا بدنا إياك تسمع. لكن هم عندهم لا عندنا إيش خلايا عندنا إيش أسر عندنا إيش زوايا عن هذه علامة البدع أنه بالسر. قال لي قلت لشيخنا علي الحلبي مرة يا شيخنا نريد درس متخصص جدا جدا. قال يا سفيان متخصص جدا جدا وماذا سنقول لمن يحضر ولا يفهم؟ قلت يا شيخ لا عتب عليك فمن لا يفهم لن يرجع مع السلام. أما لا نمنع أحدا ربما يجلس للبركة للأجر للثواب لكنك تكون قد علوت بمستواك ومستوى الطلبة. فلكن الشيخ مات ولم يطبق هذا الأمر. الشاهد من هذا إخواني في الله أن حتى الدرس المتخصص جدا جدا لا يمنع أحد من الدخول والسماع. تحب تحضر أهلا وسهلا. تقول لي مش فاهم في أنك دروس أسهل تفهم بس هذا شو ماله متخصص هذا لا خطيب جمعة لا إمام مسجد لا أستاذ مدرسة لا مؤلف لا محقق لا داعية. مش رح نعطيه أشياء اللي أنت بتعرفها رح نعطيه أشياء متخصصة. فبالتالي لا تقول لي أنا مش فاهم. أما أهل وسهلا اجلس. لكن هؤلاء أهل البدع عندهم دروس خاصة مجالس خاصة لقاءات خاصة كمان بيفهموا بس يطلع واحد بروح هيك واحد بروح هيك واحد بروح هيك. فبالتالي انتبهوا إلى هذا الشيء أن هذا السر علامة أهل البدع. طيب شوف رقم 52 و200. سمعت محمد بن النضر الحارثي يقول من أصغى سمعه إلى صاحب بدعة وهو يعلم أنه صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. يا الله نسأل الله العافية. تعرف أنه من أهل البدع وتسمع له تقول لي والله بس بدي أشوف أهل البدع شو بيحكوا شو بيسأل. نزعت منك العصمة وقد تفتن وتبتلى ويدخل في قلبك شيء وهات طلع من قلبك هات طلع من قلبك هذه الشبهات. صلى الله العافية يا جماعة. فإذا جاءك مبتدئ أريد أن أتكلم معك لا يا أخي لا تتكلم اصبر حتى أصبح عالما وآتي وأناقشك أو أخذك إلى العلماء. هكذا ينبغي لك أن تتعامل مع أهل البدع. طيب 57 و200. عن الأوزاعي قال من استتر عنا ببدعته لم تخفي لم تخفي لم لم نعم لم تخفي قل فتح. نعم لما ما معنى هذا الكلام ما معنى هذا الكلام يا إخوة الإسلام؟ لم يصرح لنا بعقيدته لا قد يطعن في أهل السنة فنعرف أنه مخالف لهم. في البداية أصبت يعني يخفي علينا بدعته ولكن نعلم أنه كلفته ليس من السنة لا يتبع السنة. لا يا رجل الله يجزيك الخير. الذي يخفي عنا عقيدته بدعته ما بينه وبينه تراحم وألفة. يعني هذا أقرب جواب وهو أننا نستطيع أن نعرف صاحب البدعة حتى لو أخفى سريرته من ألفته لأهل السنة. تعال والله في درس للشيخ مشهور والله لا تجيب لي سيرته لا أجيب لك سيرة الشيخ مشهور. أما مثلا بيحضرش درس الشيخ مشهور
تعال يحضر، والله عندي ظرف، عندي شغل، عندي مناسبة اليوم الخميس وكذا، جزا الله خير الشيخ، هذا صاحب سنة. أما لا، لم تخفى عنا ألفته، احضر عند الشيخ مشهور، لا عند الشيخ فلاني، لا عند، ولا وين؟ والله أنا معتزل. هذا الاعتزال علامة على أنك من أهل البدع، لم تخفى عنا ألفته. طب زور الشيخ، زور العالم الفلاني. إذن هذه علامة أهل البدع، أنهم يخفون عقيدتهم لكن نعرفها من ماذا؟ من الألفة. لذا أول شيء في شخص جاي يقول لك أنا بدي أعطيك درس، قل له طب طول بالك جزاك الله خير، من مشايخك؟ أين الإسناد المتصل مع المشايخ؟ قال والله شيخ الشيخ مشهور. شيخك الشيخ هل استمريت مع الشيخ مشهور؟ شيخ الشيخ علي، والله والنعم، والله عمري ما شفتك. هذا مؤاخذ بهالكلمة يعني، من 92 وأنا مع الشيخ علي، عمري ما شفتك. قال لا حضرت لي أربع خمس دروس. أربع خمس دروس حبيبي، بتسمي حالك الإمام تلميذ الشيخ علي؟ فبالتالي أين الإسناد المتصل؟ أين الاتصال والمواظبة في مجالسة المشايخ؟ هذه علامة السنة، هذه علامة السنة. والمشايخ يكمل أحدهم الآخر في تكامل وليس تآكل. أما ولا واحد من أهل السنة تجالس، معناته وضعك صعب. يا جماعة نقيم درس على السنة في منطقة ومن يقولون أنهم من أهل السنة لا يأتون ولا يحرصون ولا يحثون، ومع ذلك لا نتهمهم. لما؟ لأنهم يجالسوا علماء ومشايخ من أهل السنة. أما لو حجروا الجميع لقلنا أن هذا علامة أنهم من أهل البدع. إذا عرفت الضابط، الضابط واحد جاي يقول أنا سأدرسكم، أحدهم شاورني قال أنا سأدرس العقيدة. تدرس العقيدة؟ قال نعم. العقيدة من؟ قال عقيدة السلف الصالح. قلت له والله والنعم، بس عندي سؤال لو سمحت. قال شو سؤالك؟ قلت له عند من درست عقيدة السلف؟ قال هاي الكتب أحضر منها وبدرس. قلت له والله إنك أحوج إلى من يدرسك ممن تدرسهم. أنت جاي تدرس مين؟ جاي تدرس عقيدة؟ مين درسك عقيدة؟ ما في، بقول لك أنا بحضر من الكتب. لا، واحد بقول لي أنا بحضر من جوجل. رقم 59 و200. عن الأوزاعي عن يحيى بن كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. نعم، لا تسلك نفس الطريق الذي فيه صاحب البدعة. لما؟ لكي لا تتأثر. طيب شوف برضو رقم 73 و200، هاي مهمة جدا يا جماعة، اسمع. أيوة. عن إبراهيم بن ميسرة قال ومن وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. لا إله إلا الله، فقد أعان على هدم الإسلام. لما؟ لما أعان على هدم الإسلام؟ لأنه وقر صاحب بدعة. طيب لما توقير صاحب البدعة يهدم الإسلام؟ أولا يجعل الناس يسمعوا لهذا المبتدع. اثنين، يعان له على البدعة، لأن إذا وقر شاف نفسه أنه هو يعني هو الصح، يعني يعني احسن من هيك يشهره. ما هو هذا يجب. يميت السنه شيخ، لانه كل ما نعم يميت السنه، لان ما من بدعه الا وكان على حسابها اماته سنه. ثلاث، يلتفت الناس الى اهل السنه، انهم هذا يعين وينشر ويزرع الشبهات اتجاه دعاه السنه. ولذا العكس هو الصواب، اي مفهوم المخالفه كما يقول علماء الاصول.
من وقر صاحب سنة فقد أعان على بناء الإسلام. ما بدك تحضر الدرس صاحب سنة، ما في عليك عيب، بس حث الناس على هذا الدرس. أما أنت ما تحضر وتقول والله ما في داعي تروح، أنت تعين على عدم نشر السنة. 75 و200. قال ابن المبارك: لم أرى مالا أمحق من مال صاحب بدعة. وقال: اللهم لا تجعل لصاحب بدعة عندي يدا فيحبه قلبي. هذا منهج مهم جدا من مناهج أهل السنة. من يذكر هذا المنهج؟ قاعدة في المنهج. ما سمعت كلام؟ الله أكبر. تفضل. نعم أحسنت. إياك أن تجعل لصاحب البدعة فضلا عليك. قال: يا شيخ في الجهة الفلانية هم نعم من أهل البدعة، لكنهم يجعلون قرضا حسنا، فهل يجوز أن أخذ هذا القرض الحسن؟ فنقول: قرض حسن جائز، لكن انظر إلى تبعات القرض الحسن، أن هؤلاء أهل البدع يتفضلون عليك، فلا تنكر عليهم بعد ذلك، تصبح لا تنكر. فإياك أن تقبل التفضيل. تفضل عنا، كل واشرب ونام وتنام، في عنا عمرة مخفضة. اطلع يا أخي عمرة، قديش العمرة اللي مع السلفيين هاي؟ 250. لا يا زلمة تعال، احنا بين قوسين فراغ 100. ايه والله فعلا انكم احسن من السلفيين، بصير مبتدع زيكم. لا حول. فاذا تفضل اهل البدع عليك مدعى الى ان تحبهم، وهذا معنى ما قال: فيحبه قلبي. لا تجعل له فضل، هو يعزمك ويطعميك ويسقيك، لا العكس. وهذا فائدة المال. انت ليش بتشتغل؟ من اسباب انك تعمل ان المال يمنعك ان تمنع ان تقع بين يدي اهل البدع. يعني احدهم مع اهل الحرام قال: يا شيخ انا والله قبل فترة بدي بحاجة لمال. بس قلت له: يعني بحاجة بمعنى انك راح تتسبب في موت؟ قال: لا. في بمجاعة؟ قال: لا. بس يعني بدها توسع. والله يا شيخ ما لقيت حدا يدينني. مين داينك؟ قال: والله يا اخوي اللي بيشغل في الربا. معناته انت صار لصاحب الربا عليك فضل، فبكرة ما بتقول له اترك الربا، بكرة بس تقول له: يا اخوي اترك الربا حرام. مالك نسيت؟ ما انا مداينك 10,000 دينار قرض حسن. شفت كيف اهمية البنوك يا اخوي؟ شايف انه انا الحرام اللي باكله بفيدك؟ خلاص اسكت، ردش على الشيخ سفيان، ظلك تقول لي حرامها. لا حول ولا قوة. وكذلك لأهل البدع، إياك تجعل لصاحب بدعة فضل عليك، أو لصاحب فسق وفجور عليك فضل. تنبه. طيب، رقم 86 و200. قال رجلا لأيوب: يا أبا بكر، إن عمرو بن عبيد قد رجع عن رأيه. قال: إنه لم يرجع. قال: بلى يا أبا بكر، إنه قد رجع. قال أيوب: إنه لم يرجع 3 مرات. أما إنه لم يرجع، أما سمعت إلى قوله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه؟ يا الله، إلى فوقه. نعم، انظر إخواني في الله، أيوب السختياني من علماء السنة، جاءه أحدهم يبشره: يا إمام أبشر. قال: خير، شو فيه؟ قال: فلان المبتدع رجع إلى السنة. قال: اذهب. لم يرجع. قال: أقول لك رجع إلى السنة. قال: لم يرجع. رجع، لم يرجع. قال: كيف عرفت؟ قال: آخر الحديث.
أشد عليهم من أوله، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون أبدا. يا جماعة، شارب الخمر في أمل يتوب، لاعب القمار في أمل يتوب، أما صاحب البدعة قل من يتوب من البدعة إلا أن يكون صادقا مع الله. فالله يرسل له العلماء فينقذونه من بدعته، كما ذكرنا عن يوسف بن أصباط عندما قال كان أبي من الخوارج من الروافض وكان أخوالي من الخوارج فأنقذني الله بسفيان. إذن قل من أهل البدع من يتوب، ولكن إن كان صادقا فسيرسل الله عز وجل له العلماء فينقذونه من بدعته. طيب، 90 و200. وكان أيوب يسمي أهل الأهواء كلهم خوارج. نعم. ويقول إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. هذا حال الخوارج، أنهم من أهل البدع، اختلفوا فقط في الاسم لكنهم في النهاية سيكفروك ويقتلونك. لذا أكبر مشكلة وخطر في البدعة أنها تكفر الناس ويحكموا بقتل المخالفين. واحد وتسعين ومائتين. قال سلام: وقال رجل من أصحاب الأهواء لأيوب: أسألك عن كلمة. فولى أيوب وهو يقول: لا ولا نصف كلمة، مرتين يشير بإصبعه. نعم، شخص يريد أن يسأل أيوب، قال له: ولا كلمة ولا نصف كلمة. لما؟ لأنه من أهل البدع، ممن عرف أنه لا يستجيب للحق. نختم بقول الإمام مالك، وهو ما ذكرناه ممن يعرض دينه للخصومات. انظر ماذا يقول الإمام مالك. نعم، رقم 93 و200. قال مالك بن أنس: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. لا والعياذ بالله، معاذ الله، نحن ثابتون بإذن الله على عقيدة مأخوذة من الكتاب والسنة كما كان عليه سلف الأمة. فإن جاءنا مجادل عليم اللسان ولم نستطع الجواب، بقينا ثابتين وطرحنا هذه الشبهات بعيدا. وأختم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لتلميذه ابن القيم، حيث قال له: ليكن قلبك كالمرآة يعكس الشبهات، ولا يكن قلبك كالإسفنجة يشرب الشبهات. الإسفنجة إذا جاءت على الماء تشرب تصبح ثقيلة، أما صاحب العقيدة السليمة قلبه كالمرآة يعكس ويرد الشبهات. ما أنا عارف أجاوب، أبقى ثابتا. وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.